بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي 10 حلقات مادة أمراض النبات المكررة على جميع التخصصات. احنا أخدنا قبل كده تعريف مفهوم علم أمراض النبات، وأخدنا بعد كده الأهمية الاقتصادية لدراسة علم أمراض النبات، درسنا منها الخسائر المباشرة والخسائر الغير مباشرة، وبعد كده أخدنا مفهوم المرض النباتي، وقلنا هو كل تغير أو تحول أو انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويسبب ذلك نقص في المحصول. وبعد كده أخدنا أنواع الأمراض النبات، قلنا في نوعين من أمراض النبات، أمراض نبات جهازية وأمراض نبات موضعية. وبعد كده أخدنا الأعراض المرضية، وقلنا أن الأعراض المرضية هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه، وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب. ودرسنا أهم الأعراض المرضية اللي عندنا وقسمناهم إلى 4 أقسام رئيسية: التغير في اللون، وقلنا بيشمل على مجموعة من العناصر، وموت الخلايا والأنسجة، وأعراض الذبول سواء كان ذبول للنباتات الكبيرة أو ذبول للبادرات، والتغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية. وبعد كده تطرقنا لدراسة العلامات المرضية، وقلنا هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض، وخدنا منها عناصر كتيرة جدا: الميسيليوم والأجسام الحجرية والوساد الهيفية والكويمة الكوندية والجزر وأعضاء الامتصاص. وبعد كده تطرقنا لدراسة أهم المسببات المرضية اللي بتسبب أمراض للنبات، ونقسمناهم لقسمين رئيسيين: مسببات حية أو قلنا عليها مسببات طفيلية، ومسببات غير حية أو اللي احنا قلنا عليها الأمراض الفسيولوجية أو العوامل البيئية. والمسببات الحية درسنا منها الفطريات والبكتيريا والفيتوبلازما والنيماتودا والنباتات الزهرية المتطفلة والطحالب والأشنات، كل دي بتعتبر مسببات طفيلية أو مسببات حية. وبعد كده تطرقنا لدراسة أهم وسائل انتشار أمراض النبات، قلنا الأمراض النبات بتنتشر عن طريق عدة وسائل منها الرياح والمياه والحشرات والتآوي وآلات الخدمة ونقل التربة والإنسان والحيوان والطيور والنماتودة والقراد. وبعد كده بدأنا ندرس علاقة أمراض النبات بالعوامل البيئية، وتطرقنا بعد ذلك لدراسة ديناميكية المقاومة في النبات للأمراض أو للمسببات المرضية، وقسمنا النباتات إلى 3 أقسام رئيسية على حسب درجة قابليتها للإصابة. قسمناها إلى نباتات قابلة للإصابة ونباتات مقاومة ونباتات منيعة. وبعد كده قسمنا النباتات على حسب طبيعة المقاومة لقسمين رئيسيين: مقاومة تركيبية ومقاومة كيمو حيوية. وبعد كده بدأنا نتطرق لدراسة طرق مكافحة أمراض النبات، خدنا الطرق التشريعية وعرفنا يعني ايه حجر زراعي، وقلنا هو بينقسم لنوعين: حجر زراعي خارجي وحجر زراعي داخلي، وعرفنا أهداف الحجر الزراعي. وبعد كده بدأنا ندرس طرق المكافحة الزراعية، وبعد كده درسنا طرق المكافحة البيولوجية، قلنا بتعتمد على استخدام كائنات حية ومسببات الأمراض في القضاء على المسببات المرضية، خدنا منها استخدام فطريات التضاد واستخدام بكتيريا التضاد واستخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج واستخدام الفطريات اللي بتتطفل على النيماتودا، وتحسين ظروف التربة لتكون صالحة لنمو النبات وغير صالحة لنمو وانتشار المسببات المرضية. وبعد كده بدأنا ندرس الطرق المكافحة الكيماوية، قلنا هي بتحتل الصدارة
بين جميع أنواع طرق المكافحة المختلفة نظرا لسرعة تأثيرها وسهولة تنفيذها ومدى وبقائها لفترة طويلة بفاعلية. وعرفنا أهم أنواع المطهرات سواء كانت مطهرات سطحية أو مطهرات جهازية، وعرفنا أهم المركبات الكيميائية اللي بتستخدم في مكافحة المسببات المرضية سواء كانت مركبات الكبريت أو النحاس أو غيرها. وبعد كده بدأنا ندرس ديناميكية المقاومة، وخدنا منها كمان طرق استحساس المقاومة في النبات للمسببات المرضية، وعرفنا يعني ايه مقاومة مستحثة، وعرفنا أنواع المقاومة المستحثة، وخدنا تطبيقات على طرق استحساس المقاومة للمسببات المرضية في النبات. وبعد كده بدأنا ندرس أهم المسببات المرضية اللي بتسبب أمراض للنبات، خدنا المسببات الأمراض الفطرية، وعرفنا يعني إيه فطريات، تعريفها والصفات العامة للفطريات والأهمية الاقتصادية للفطريات سواء كانت المنافع أو الأضرار. وقسمنا الفطريات على حسب طريقة التغذية إلى قسمين رئيسيين، متطفلة ومترممة. وبعد كده قسمنا الفطريات على حسب طريقة التكاثر الجنسي إلى 5 أقسام رئيسية: فطريات بيضية وفطريات زيجية وفطريات أسقية وفطريات بازدية وفطريات ناقصة. وبعد كده بدأنا ندرس أول حاجة اللي هي المسببات الفطريات، الأمراض اللي بتسببها الفطريات اللزجة. خدنا مرض واحد بس اللي هو ورم الجذر الصولجاني في العائلة الصليبية. وبعد كده بدأنا ندرس الأمراض اللي بتسببها الفطريات البيضية، خدنا مرض موت البادرات ومرض تصمغ الموالح ومرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وأمراض البياض الزغبي بأنواعها المختلفة من حيث المسبب والظروف الملائمة لانتشار المرض وأعراض الإصابة وطرق المقاومة والعلاج. وبعد كده بدأنا ندرس أهم الأمراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية، خدنا مرضين اتنين بس اللي هو العفن الطاري في ثمار الفاكهة والعفن الجاف في لوز القطن. وبعد كده بدأنا ندرس أهم الأمراض اللي بتسببها الفطريات الأسقية، وقلنا الفطريات الأسقية يعني بتتكاثر جنسيا بواسطة الجراثيم الأسقية ولا جنسيا بواسطة الجراثيم الكونيدية، والميسيليوم فيها بيكون ميسيليوم مقسم. خدنا منها مرض العفن الأسود في البصل، وخدنا كمان أمراض العفن البنسليومي في الموالح، خدنا منها العفن الأخضر والعفن الأزرق، وعرفنا الفرق بينهم وقلت لكم مقارنة بينهم وطرق المقاومة والعلاج. وبعد كده بدأنا ندرس أمراض البياض الدقيقي بكل العوائل المختلفة سواء كانت على القرعيات أو على الخضر أو على كل أنواع أو على الخرشوف أيا كان العائل، ولكن العرض المميز وجود بقع دقيقية المظهر على سطحي الورقة سواء كان السطح العلوي أو السطح السفلي. وعرفنا طرق المكافحة المختلفة لأمراض البياض الدقيقي. وبدأنا نتطرق بعد كده لدراسة الأمراض التي تسببها الفطريات البازدية، وقلت لكم الفطريات البازدية يعني لازم يكون عندي تكاثر جنسي بواسطة الجراثيم البازدية وتكاثر لا جنسي بواسطة الجراثيم التليتية، والمايسيليوم فيها أيضا بيكون من النوع المقسم. خدنا منها أمراض التفحمات وأمراض الأصداء، وقلت لكم تركزوا على طريقة الإصابة في أمراض التفحمات سواء كانت إصابة موضعية أو إصابة أزهار زي تفحم السائل في القمح أو إصابة بادرات زي التفحم المغطى في القمح والشعير، والإصابة الموضعية زي التفحم العادي في الذرة الشامية. وعرفنا أعراض الإصابة لكل مرض من الأمراض وكيفية المقاومة والعلاج. بعد كده تطرقنا لدراسة أمراض الأصداء، وقلنا في أمراض الأصداء هيبقى عندنا أصداء أحادية العائل وأصداء ثنائية العائل، وخدنا الصفات العامة لأمراض الأصداء ودورات الحياة لصدأ الساق الأسود في القمح، وعملت لكم مقارنة بين أصداء القمح الثلاثة سواء كان الصدأ الساق الأسود قلنا بقع بتبقى مستطيلة ومبعثرة على سطح الورقة، أو صدأ الأوراق أو بنقول عليه الصدأ المخطط أو الصدأ الأصفر قلنا دي بتبقى بقع بيضية متوازية مع العرق الوسطي،
وصدأ الأوراق أو الصدأ البرتقالي بتبقى بقع مستديرة مبعثرة أيضا على، ولونها برتقالي طبعا، بتبقى مبعثرة على سطح الورقة. وبعد كده خدنا طرق المقاومة والعلاج لأمراض الأصداء المختلفة. وبعد كده بدأنا ندرس الأمراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة، وقلنا سميناها ليه فطريات ناقصة؟ لأنه لم يعرف لها طور تكاثر جنسي. خدنا منها أمراض الذبول في القطن أو شلل القطن، وفي الطماطم في الجلاديولس، وخدنا مرض خناق القطن، وخدنا أمراض كثيرة جدا زي الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم. كل الأمراض دي درسناها من حيث المسبب المرضي والظروف الملائمة لانتشار المرض وأعراض الإصابة وطرق المقاومة والعلاج. وخلصنا بعد كده الأمراض اللي بتسببها الفطريات، وبدأنا نتناول الأمراض اللي بتسببها البكتيريا. خدنا الصفات العامة للبكتيريا من حيث الأشكال وطريقة الحركة، وقسمنا البكتيريا لقسمين على حسب طريقة التغذية، قلنا هيتيروتروفيك وأوتوتروفيك أو ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. وبعد كده تطرقنا لدراسة أهم الأمراض اللي بتسببها البكتيريا زي التدرن التاجي في الحلويات، وأمراض كثيرة جدا زي العفن الحلقي في البطاطس والعفن الطاري في البطاطس. كل الأمراض اللي احنا خدناها اللي بتسببها، واللفحة النارية في التفاح والكمثرى، دي كلها أمراض بتسببها البكتيريا. وبعد ما خلصنا الأمراض دي بدأنا ندرس الفيتوبلازما والإسبيروبلازما والأمراض اللي بتسببها. وقلت لكم الفرق بينهم إن هي ليس لها جدار خلوي، والفيتوبلازما بتبقى مستديرة الشكل أو مستطيلة، بينما الإسبيروبلازما بتكون حلزونية أو لولبية الشكل. وقلنا مرض اصفرار العنب دي بتسببه الفيتوبلازما، بينما التحرن العنيد في الموالح بتسببه الاسبيروبلازما. وبعد كده بدأنا ندرس الفيروسات اللي هي حديث الساعة والأمراض اللي بتسببها. عرفنا يعني ايه فيروس، وعرفنا الأعراض الظاهرية أو الأعراض المورفولوجية والأعراض التشريحية اللي بتسببها الأمراض الفيروسية. خدنا من الأمراض الفيروسية قباء الموالح، وخدنا التدهور السريع في الموالح، وخدنا التخطيط في القصب، وتورد القمة في الموز، وتبرقش الفول. كل دي أمراض فيروسية بتسببها الفيروسات للنبات، زي ما هي بتسبب للإنسان أمراض خطيرة جدا بتبقى صعبة في العلاج زي كوفيد 19 اللي هو عامل معانا حديث الساعة زي ما احنا بنقول، والإيدز برضو من الأمراض الخطيرة، وشلل الأطفال والحصبة. كل دي أمراض فيروسية بيصاب بها الإنسان تبقى، أو فيروس سي. والأمراض دي بتبقى صعبة جدا في المكافحة والعلاج، نظرا لأنه المضادات الحيوية أولاد بتبقى صعب إن هي تخترق الغشاء البلازمي للخلية، بينما الفيروس لصغر حجمه لأنه بيتكون من حاجتين اتنين بس اللي هو الغلاف البروتيني والحامض النووي سواء كان RNA أو DNA. وأخذنا بعد كده طرق المكافحة المختلفة للأمراض الفيروسية، وبدأنا ندرس بعد كده النيماتودة والأمراض اللي بتسببها، وعرفنا الأعراض الرئيسية للنيماتودة والأعراض التشريحية أيضا سواء كان على المجموع الخضري أو على المجموع الجذري. وبعد كده خدنا مرضين مهمين جدا بتسببهم من النيماتودة للنبات اللي هو تعقد الجذور في الخضر والفاكهة من حيث المسبب، قلنا نيماتودة تعقد الجذور، ودورة الحياة وظروف الملائمة لانتشار المرض وأعراض الإصابة وطرق المقاومة والعلاج. وبعد كده خدنا التدهور البطيء في الموالح، وقلنا ده بيسبب خسائر كبيرة جدا لأشجار الموالح في جمهورية مصر العربية. درسنا أيضا من حيث المسبب وأعراض الإصابة وطرق المقاومة والعلاج. وبعد كده بدأنا ندرس النباتات الزهرية المتطفلة، خدنا منها الهلوك والحمول والعذار. وبعد كده بدأنا ندرس الطحالب والأشنات، وقلنا الطحالب دي بتبقى نباتات مائية بتبقى وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا، وخدنا منها ريم الأرز، وخدنا أعراض الإصابة وطرق المكافحة لريم الأرز. والأشنات قلنا بتبقى عبارة عن فطر وطحلب بيعيشان معا معيش التبادل للمنفعة. الفطر بيكون عادة من الفطريات الأسقية أو البازدية، والطحلب بيكون من الطحالب الخضراء أو الخضراء المزرقة اللي احنا بنقول عليها السيانوبكتيريا. وعرفنا أعراض الإصابة بالأشنات وكيف يمكن مكافحتها. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة النهاردة، وهندرس فيها
تابع لحلقة الأسبوع الماضي اللي هو متابعة لأهم الأمراض الفسيولوجية اللي بتسببها للنبات. تعالوا بينا نبدأ حلقة اليوم. احنا معانا في حلقة النهاردة الأمراض الفسيولوجية، وأنا حابب أقول لكم تعريف ليها بسيط. الأمراض الفسيولوجية عبارة عن مجموعة من الأمراض اللي بتسببها كائنات غير حية، بتكون غير متطفلة، تنشأ عن تعرض النبات لظروف بيئية غير ملائمة. هذه الظروف البيئية الغير ملائمة يا أولاد بتحدث خللا في وظائف الأعضاء النباتية، علشان كده سميناها أمراض فسيولوجية، مما يؤدي إلى ضعف النباتات وانخفاض إنتاجيتها وانخفاض قيمتها التجارية. بمعنى ذلك إنه هيحصل عندي خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، وفي النهاية قد تموت النباتات إذا كانت الإصابة شديدة. أهم الأمراض الفسيولوجية اللي هنتطرق لدراستها في منهج السنة دي، أول حاجة أمراض ناتجة عن الصقيع أو عن الشمس المحرقة أو عن الرياح الشديدة أو زيادة في نسبة الرطوبة في التربة أو العطش الشديد أو نقص العناصر أو زيادة العناصر الغذائية في التربة أو التربة المالحة اللي هي ملوحة التربة أو سوء التهوية في المخازن أو عدم توافق الأصل مع الطعم. وهقول لكم يعني إيه كلمة أصل ويعني إيه كلمة طعم. أو سوء استعمال المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش والغازات السامة المتصاعدة من المصانع. من أهم الأمثلة اللي هناخدها مرض القلب الأجوف والقلب الأسود في البطاطس، ولسعة ثمار المانجو ولسعة ثمار الطماطم والبطاطس، وذبول الأطراف في الموالح، وغيرها من الأمراض. هناخد أول حاجة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النباتات. هناخدها من أول مرض هناخده اللي هو لسعة ثمار المانجو. هناخد المسبب فيها طبعا حرارة الشمس المحرقة، اللي هي الشمس في وقت الظهيرة بالذات بتبقى درجة حرارتها مرتفعة جدا، وده بيؤدي إلى حدوث أعراض الإصابة على الثمار، سواء كانت ثمار المانجو أو ثمار البطاطس أو ثمار الطماطم. هناخد كل مرض على بالتفصيل على حدة من حيث الأعراض. هناخد بقى في لسعة ثمار المانجو الأعراض: ظهور بقع بنية فاتحة أو قاتمة أو سوداء على الثمار. 2، بينتج عن هذه الإصابة سقوط الثمار أو تشوه شكلها وبتصبح غير صالحة للتسويق. 3، بتحترق أطراف الأوراق كما أن الفروع الغضة بتجف. وده طبعا معاكم بالصوت والصورة زي ما احنا معودينكم. ادي ثمار مانجو مصابة بلسعة الثمار زي ما انتم شايفين، ادي الجزء ده المعرض لأشعة الشمس بيكون واخد الشكل زي ما انتم، بقع بتبقى بنية او بتبقى فاتحة اللون. هناخد المكافحة علشان اتفادى حدوث لسعة ثمار المانجو. اول حاجة في الأشجار الكبيرة بيتم رش الثمار بمادة بتكسوها وبتحجبها عن أشعة الشمس، والمادة دي بتكون متكونة من محلول الجير. أما في الأشجار الصغيرة فبينصح عند زراعتها بوضع أغطية فوقها من حصير البردي. 3، يتم تخويص الأشجار بجريد النخيل أو سيقان الذرة لحجب أشعة الشمس عن النباتات. تاني حاجة عندنا من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النباتات لسعة درانات البطاطس. الأعراض: بتتأثر درانات البطاطس اللي بتتعرض لحرارة الشمس بتظهر عليها بقع جافة مكرمشة وبتكون غائرة على سطح الدرنة ولونها في الغالب بيكون نحاسي. 2، احتراق في أطراف الأوراق. والمكافحة: بنتجنب الزراعة المتأخرة وبينصح بعدم تعطيش النباتات. وزي ما احنا معودينكم ادي درنات بطاطس مصابة، لو انتم ملاحظين العيون دي بتبقى لونها واخدة اللون النحاسي، ودي طبعا انتم بتلاحظوها في الايام دي في البطاطس اللي بتتباع في الأسواق. تالت حاجة برضو من تأثير درجات الحرارة المرتفعة أعزائي الطلبة والطالبات لسعة ثمار الطماطم. ودي طبعا برضو بتبقى عبارة عن الأعراض بتاعتها بقع صفراء مبيضة مستديرة خصوصا على الثمار الخضراء، ثم تجف وتتجعد جلد الثمرة، وبتكبر هذه البقع نتيجة نمو الثمار وبيتحول لونها إلى الأبيض المثمر. 2، تعفن الثمار المصابة.
وادي صور لثمار طماطم مصابه بلسعه الثمار، شايفين البقع المبيضه زي ما انتم شايفين، ده الجزء المعرض من الثمره لاشعه الشمس المباشره. المكافحه علشان اتفادى حدوث لسعه الثمار في الطماطم وانخفاض قيمتها التجاريه، اول حاجه وقايه النباتات من الامراض التي تؤدي الى تساقط الاوراق، لان انتم عارفين ان الاوراق هي اللي بتحجب اشعه الشمس عن الثمار، فعلشان هي بيكون تأثيرها تأثير غير مباشر، فأنا بعمل لها عملية تقوية وبحافظ على الأوراق علشان تعمل كظل أو مظلة لحماية الثمار الطماطم من أشعة الشمس المباشرة. 2، تغطية عروش النباتات بقش الأرز، وهناك الكثير من الأمراض الناتجة عن تأثير الحرارة المرتفعة مثل احتراق الأوراق ولسعة الثمار في الفاصوليا ولسعة ثمار البرقوق وغيرها كتير جدا من أعراض تأثير درجات الحرارة المرتفعة في على الخضر والفاكهة. هناخد بقى العكس اللي هو تأثير درجات الحرارة المنخفضة اللي احنا بنقول عليه أضرار الصقيع على محاصيل الخضر والفاكهة. هناخد أول حاجة، بيؤثر الصقيع تأثيرا سيئا على النباتات وخاصة العصيرية منها، يعني اللي فيها عصارة كتير زي الخضروات كالطماطم والبطاطس والبطاطا وكثير من أشجار الفاكهة مثل المانجو ومحاصيل الخضر مثل الفول والقصب. بيسبب الصقيع موت الأوراق والسيقان وتحولها إلى لون أسود كما في الفول والخضروات. 3، قد يسبب جفافا للأوراق وموت البراعم التي تصبح بنية اللون ويحدث ذلك في قصب السكر. هناخد بقى المكافحة العامة لأضرار الصقيع، زراعة أصناف مقاومة للصقيع، تغطية النباتات القصيرة كالخضروات وأشجار الفاكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو سيقان الذرة. 3، ري الأرض في الأيام التي يخشى فيها من الصقيع، حيث أنه ثبت أن النباتات التي في الحقول المروية بتكون أقل تأثرا بالصقيع عن تلك التي تنمو في الحقول الجافة. وانا حابب اقول لكم كمان في طريقة، يمكن هي مش موجودة عندنا في المنهج بس هي طريقة عملية وبيلجأ لها كثير من المزارعين، اللي هي الزراعة تحت الانفاق. ايه هو النفق؟ النفق ده بيبقى عبارة عن هو نموذج مصغر من الصوبة البلاستيكية، بيكون ارتفاع النفق حوالي 50 سنتي وعرضه بيكون حوالي متر تقريبا، وبيتم زراعة النباتات في أشهر الشتاء الباردة ليتجنب الصقيع الذي يحدث في ليالي الشتاء الباردة للنباتات. وبعد النباتات ما بتعدي المرحلة دي بيتم إزالة المادة البلاستيكية أو الغطاء البلاستيك، وبتتعرض النباتات للعوامل الجوية الطبيعية. هناخد تأثير الصقيع على نبات قصب السكر. انت عارفين انه نبات قصب السكر محصول عصيري بيستخرج منه السكر وايضا بيستخرج منه الملاس اللي هو العسل الاسود. المسبب بيكون مسبب فسيولوجي ناتج عن انخفاض في درجات الحرارة، والاعراض بيؤثر الصقيع تأثيرا سيئا على المحصول، وذلك عندما تصل درجة الحرارة في بعض السنين الى درجة الصفر المئوي بيقف نمو النباتات وبتجف الأوراق وبتموت وبيكون لونها بني وبتاخد لون قش الأرز، كما تموت القمة النامية للنباتات وكذلك البراعم وبيظهر لونها بني أيضا، وبينتج عن ذلك نقص في المحصول. انتوا عارفين انه أي محصول عندي سواء كانت خضر أو فاكهة أو زينة أو أي نبات بينمو على وجه البسيطة هو عبارة عن مجموع جذري، مجموع خضري، ومجموع ثمري. 3 أجزاء النباتية دول كل جزء فيهم ليه وظائف محددة بيقوم بيها، يعني الجذر تثبيت النبات وامتصاص الماء والأملاح المعدنية والعناصر الغذائية من التربة وتوصيلها إلى الأوراق لكي تقوم الأوراق بعملية الفوتوسينسيز أو عملية البناء الضوئي، ثم يتم أخذ الغذاء المصنع من عملية البناء الضوئي وتوزيعه على كل أجزاء النبات بما في ذلك المجموع الثمري اللي بيتم تخزين فيه المواد الغذائية الزائدة عن حاجة النبات، وده اللي بيديني الثمار اللي أنا بحصل عليها وبالتالي بينتج عندي المحصول.
زي ما انتم شايفين معانا في الصور اللي احنا جايبينها لكم، ادي اعراض الصقيع على نبات القصب، اوراق بنيه وجفاف في البراعم، وبالتالي بيقل في المحصول. علشان اتفادى حدوث الصقيع لازم اعمل عمليه المكافحه. عمليه المكافحه بتشمل زراعه اصناف مقاومه، ويمكن تخفيف حده الصقيع عن طريق ري حقول القصب ريه خفيفه عند انخفاض درجه الحراره واحتمال حدوث الصقيع. وخلي بالكم ممكن تتعرضوا لسؤال عالي في الجزئية دي، يفضل ري القصب رية خفيفة في أشهر الشتاء الباردة أو ليالي الشتاء الباردة أو في شهور الصقيع. هنقول له لأنه الأرض المروية بترتفع درجة حرارتها وبيقل تأثير الصقيع على النباتات المروية. تأثير الصقيع على البطاطس، طبعا كلكم بتتعرضوا للموضوع ده بس بطريقة انتم مش بتاخدوا بالكم منها. انا لو عندي بطاطس تم تخزينها في الثلاجات او تم تعرضها للصقيع عند انخفاض درجات الحرارة من 0 ل 10 درجة مئوية، الدرانات دي بتكتسب طعما حلوا، يعني بتكون مسكرة. ليه؟ لأن النشا اللي موجود في البطاطس اللي هو عديم الحلاوة او حلاوته بتكون منخفضة بيتحلل وبيتحول الى سكر الجلوكوز. 2 ضعف النباتات الناتجة من درنات مصابة. 3 موت النباتات وتحول لونها الى اللون الاسود وبتكون واخدة الشكل المسلوق. 4 موت النبات باكمله في حالة الاصابة الشديدة. هناخد اضرار الصقيع على البطاطس ايضا. هناخد بقى طرق المكافحة، استخدام مخازن جيدة ومهواة لحفظ التقاوي، يعني بنبعد عن التلاجات. 2 وضع قش أرز على النباتات المنزرعة لتدفئتها ووقايتها من الصقيع. هناخد بعد كده أسباب أو تأثير زيادة مستوى الماء الأرضي. يعني إيه مستوى الماء الأرضي؟ مستوى الماء الأرضي يعني زيادة في نسبة الرطوبة في المية، وبالتالي النبات لا يستطيع الجذر بتاعه انه يحصل على الاكسجين اللازم لانه بيتنفس ايضا هو كائن حي. اسباب زيادة مستوى الماء الارضي قد تكون في الارض اللي انا بزرع فيها المحصول او بزرع فيها النبات طبقة بنقول عليها طبقة صماء بتمنع تسرب المياه الري الى طبقات الارض الجوفية ووصولها الى الماء الجوفي، او قد يكون مستوى الماء الارضي مرتفع، او قد يكون ناتج ذلك عن سوء اجراء عملية الصرف، او قد يكون اسباب الرطوبة ايضا بتكون ناتجة عن زيادة في معدلات الري عن المقررات المطلوبة لكل محصول. هناخد اول مرض ناتج عن زيادة مستوى الماء الارضي، مرض بنقول عليه تصمغ الموالح. انا يمكن في بداية الحلقات اديتكم فكرة عن مرض تصمغ الموالح، وقلنا انه تصمغ الموالح ده ناتج عن زيادة مستوى الماء الارضي او رداءة عملية الصرف او زيادة في معدل الري. المهم في التوتال ارتفاع نسبة الرطوبة حول جذور النباتات. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ظهور افرازات صمغيه على جذوع الاشجار، وايضا قد يؤدي ذلك الى احمرار الاوراق حول الحافه الورقه في اتجاه العرق الوسطي بعكس اكاروس العنكبوت الاحمر اللي كان الاحمرار بتاعه عباره عن بقع حمراء بنفسجيه اللون بتكون متمركزه حول العرق الوسطي في اتجاه الحافه، بينما الذبابة البيضاء الاحمرار الناتج عنها بيكون عبارة عن احمرار كامل لسطح الورقة العروي، وبيكون الاحمرار الورقة بتاخد لون احمر طوبي، بينما بيقابلها على السطح السفلي بقع حمراء او لون احمر باهت. تعالوا بقى نشوف اعراض الذبول على الناتج عن تصمغ الحلويات. ذبول وجفاف الاوراق والفروع والسيقان، تعفن الجذور. 3 تكوين افرازات صمغيه على جذور الاشجار واغصانها وسيقانها. 4 ضمور الثمار وقله المحصول. 5 في حاله الاصابه الشديده بتسقط الاوراق وبتموت الاشجار.
هناخد بعد كده ادي بالصوت والصورة، ادي اعراض التصمغ زي ما انتم شايفين، ادي كتلة الصمغ على جذع اشجار الحلويات زي ما انتم شايفين معانا في الصورة، دي كلها ناتجة عن ارتفاع مستوى الماء الارضي. طرق المكافحة بقى، اول حاجة الزراعة في عكس طرق انتشار المرض او مسببات المرض. اول حاجة الزراعة في ارض مستوى الماء الارضي فيها منخفض. 2 استعمال اصول مجموعها الجذري سطحي زي اصل البرقوق او الماريانا. يعني ايه مجموعها الجذري سطحي ويعني ايه كلمة اصل؟ انا عندي في معظم اشجار الفاكهة بيتم اجراء عملية مهمة جدا بسميها عملية التطعيم. عملية التطعيم المقصود بيها ان يكون عندي النبات بدل ما هو مكون من نبات واحد، لا بيكون مكون من نباتين، مجموع جذري باخده من نبات مع جزء من الساق، وبيتم تطعيم مجموع خضري لنبات اخر بنقول عليه الطعم، ليه؟ هو اللي بيديني المحصول. فبيبقى عندي مجموع جذري في التربة من نبات مختلف وليكن مثلا زي ما هو عندي هنا البرقوق، بطعم عليه نبات تاني خالص وليكن مثلا اي نبات تاني، مانجا، اي حاجة عندي، يبقى عندي طعم وعندي اصل. انا بقى علشان اتفادى ارتفاع نسبة الرطوبة بختار اصل يكون مجموع الجذر بتاعه سطحي، يعني غير متعمق في التربة علشان مش يمتص كمية كبيرة من الماء الارضي، وبالتالي تحدث عندي اعراض الاصابة بتصمغ الحلويات. 2 شق المصارف لتحسين الصرف. 4 العناية بتقليم الأشجار وقطع الأجزاء المصابة وإعدامها وتطهير مكان القطع بمادة مطهرة. هاخد تاني حاجة من أسباب زيادة مستوى الماء الأرضي، مرض اسمه شلل الموالح. أنا خدت شلل قبل كده في الفطريات الناقصة اللي هو شلل القطن أو شلل الطماطم أو شلل نبات الجلاديولس اللي هو الذبول الفيوزاريومي الناتج عن مرض الفيوزاريوم او فطر الفيوزاريوم اوكسسبوريوم. خدنا اعراض الاصابه والظروف الملائمه وطرق المكافحه. هنا شلل بس من نوع تاني اللي هو شلل الموالح. لما يجي لك في الامتحان اذكر المسبب المرض الاعراض الاتيه ويدي لك 5 مسببات مرضيه ويقول لك التدهور السريع في الموالح، على طول بقى تقول له ده مرض المسبب بتاعه فيروس. طب لو قال لك التدهور البطيء في الموالح على طول ده يبقى النيماتودة. طيب لو قال لك تصمغ الحلويات يبقى ده العطش الفسيولوجي او زيادة مستوى الماء الارض. طب لو قال لك تصمغ الموالح يبقى ده فطر بيضي، يبقى ده فطر ايه؟ بيضي. هنا شلل الموالح يبقى ده الناتج عن ايضا زيادة مستوى الماء الارضي او بنقول عليه العطش الفسيولوجي. الاعراض بتشبه اعراض تصمغ الحلويات، ولكن في تصمغ الحلويات بتكون في افرازات صمغيه على جذور الاشجار، بينما هنا لا توجد افرازات صمغيه على الاشجار. في اعراض اخرى بتبقى ناتجه عن زياده مستوى الماء الارضي زي ايه؟ 1 تعفن الثمار القمي في القرعيات، وعرفنا يعني ايه قرعيات في الحلقات اللي فاتت اللي هي الخيار والقته والخساء والبطيخ وكل دي من انواع القرعيات، والطماطم والباذنجان واحمرار الاوراق في نبات القطن. 2 تشقق ثمار الطماطم ودرنات البطاطس وثمار البرتقال. المكافحه الاعتدال في الري وتحسين عمليه الصرف. وفي دوله طبعا مشكوره يا اولاد في اتجاه دلوقتي للاعتدال او تقنين او ترشيد الفاقد من مياه الري عن طريق تغطيه الترع والمصارف او تبطين الترع والمصارف، وده مشروع قومي الدولة مشكورة طبعا بتقوم به في الفترة الحالية لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل. وأيضا في عندنا أيضا في شبكة صرف بنقول عليها شبكة الصرف المغطى، ودي بتتجمع فيها مياه الصرف وبيعاد استخدامها مرة أخرى للري. هناخد بعد كده رابعا تأثير نقص العناصر الغذائية والأمراض المتسببة عنها. يعني ايه عناصر غذائية؟ زي ما الإنسان بيحتاج في وجباته الغذائية لعناصر مختلفة
سواء كانت كربوهيدرات او بروتين او دهون او املاح معدنيه او فيتامينات. ايضا النبات بيحتاج لعناصر غذائيه، احنا مقسمينهم لقسمين رئيسيين، عناصر بنقول عليها عناصر كبرى وعناصر اخرى بنقول عليها عناصر صغرى. العناصر الكبرى هي اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيره لنموه وكبر حجمه وتكوين اعضائه المختلفه، سواء كان مجموع جذري او مجموع خضري او مجموع ثمري. بينما العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات قليله، واذا حدث خلل او نقص فيها هذه العناصر بتظهر على النبات اعراض هذا النقص. وايضا بيظهر على الانسان برضو او الحيوان، لانه كل دي كائنات حيه سواء كان تبع المملكه النباتيه او تبع المملكه الحيوانيه، اعراض نقص العناصر. اعراض نقص العناصر بتتمثل في الانسان في اعراض كثيره جدا على الجلد او على العيون او على الشعر او داخل حتى اعراض تشريحيه. بينما هنا في النبات بتظهر برضو اعراض نقص هنقولها مع بعض. تعالوا بينا نشوف بقى ايه. بتحتاج النباتات لكميات كبيره من عنصر الازوت اللي هو النيتروجين لتكوين مجموعها الخضري، والكميات الموجوده منه في التربه بتكون غير كافيه لهذا الغرض، لذلك بيلجأ المزارعين الى اجراء عمليه التسميد بالاسمده الكيماويه والاسمده البلديه اللي هي السماد العضوي لسد العجز او النقص في هذا العنصر. وايضا الازوت والفوسفور والبوتاسيوم بتعتبر من العناصر الضروريه تحتاجها النباتات اللي احنا بنقول عليها الان بي كي، بتحتاجها النباتات بكميات كبيره تفوق ما تحتاجه من العناصر الاخرى الثانويه، والتي تحتاج اليها النباتات بكميات قليله جدا زي الحديد والنحاس والزنك وغيرها. احنا بقى هندرس اعراض نقص 3 عناصر رئيسيه اللي هو عنصر النحاس وعنصر الزنك وعنصر الحديد، وفي الامتحان لازم هيجي لك 1 من 3 سواء في صورة اذكر المسبب المرضي او في صورة صح وغلط او اختر او اكمل. اتوقع يجي باي شكل من الاشكال اللي انا قلت عليها دي. طيب لو قال لك نقص عنصر النحاس يبقى ده بتسبب عندي مرض خطير جدا اسمه اكزنزيما الموالح او موت الاطراف في الموالح. طيب نقص عنصر الزنك ده بينتج عنه تبركش الاوراق في الموالح، ونقص الحديد بينتج عنه اصفرار في اوراق الكمثرى. وانا بكافح ازاي؟ بعمل عكس النقص، يعني هضيف محلول بيحتوي على مركبات او رش الاشجار بمحلول مركبات النحاس او الزنك او الحديد طبقا لتوصيات وزاره الزراعه. طبعا جايب لكم هنا صور لاعراض نقص النحاس اللي هو مرض اكزنزيما الموالح اللي هو على يمين الشاشه، واللي في النص الشاشه ده تبرقش الاوراق في الموالح الناتج عن نقص، احفظوا معايا بقى، الناتج عن نقص الزنك، ومرض اصفرار اوراق الكمثرى ده ناتج عن نقص عنصر الحديد. تعالوا بينا ناخد خامسا، ايه هو المرض اللي بينتج عن زياده التسميد والامراض المتسببه عنه؟ بينتج عن لو انا سميت الارض او سميت المحصول بكمية زيادة من السماد سواء كان سماد نطراتي او سماد ازوتي او ايا كان نوع من انواع الاسمدة، هينتج عندي اعراض بتظهر على سواء المجموع الخضري او على المجموع السمري. هناخد بس يعني كمثال عندي مرض اسمه القلب الاجوف في البطاطس. ده بينتج عن عامل او مجموعة من العوامل التي تؤدي الى سرعة النمو في الدرنة، خصوصا في اخر الموسم النمو، مثل زيادة التسميد والري. الاعراض اللي موجودة عندي لمرض القلب، من اسم المرض هتقدر انت تحدد الاعراض. وجود تجويف في وسط الدرنة عند شقها، وبيكون هذا التجويف محاط بانسجة جافة نوعا ما، وبيكون لونها بني فاتح، وبيظهر ذلك في الدرنات الكبيرة عادة. طيب انا عشان اتفادى المرض ده بعمل طرق المكافحه اللي هي العنايه بالتسميد والري وخفض نسبه السماد النطراتي او السماد الازوتي. هناخد سادسا بقى اللي هو تاثير تعرض النباتات لملوحه التربه والماء المالح والامراض اللي بتسببها. الملوحه في التربه بتنتج او بتنشا من وجود بعض الاملاح الضاره زي ملح كلوريد او كربونات الصوديوم.
بنسب أكثر مما تتحملها النباتات والمحاصيل التي تزرع في هذه الأراضي، وبيكون معدل إنبات البذور منخفض جدا، كما أن ما ينبت منها بيكون نموه ضعيف، والنباتات بتكون في الغالب قصيرة ومحصولها قليل جدا. طيب أنا علشان أتفادى ملوحة التربة بعمل إيه؟ بعمل عملية غسيل أو إصلاح للتربة المالحة، وبيفضل في حالة أو عملية الغسيل والصرف في حالة كلوريد الصوديوم، ده يعني أفضل محصول بزرعه علشان أغسل بيه التربة اللي هو محصول الأرز، بيفضل زراعته عشان تتم عملية الغسيل لملوحة التربة وتخلص من كمية الأملاح الزائدة في التربة عن المقررات المسموح بيها. وفي حالة كربونات الصوديوم بضيف ما يسمى بالجبس الزراعي علشان أتفادى نسبة أو أقلل نسبة الملوحة في التربة. المرض اللي عندي بعد كده الأضرار المتسببة عن عدم توافق الأصل مع الطعم، زي ما أنا اديتكم من شوية فكرة عن عملية التطعيم. أنا التطعيم بيكون عندي نبات مكون من جزئين، أصل وطعم. الأصل ده بيكون المجموع الجذري بتاعه موجود في التربة، طب والطعم بيكون لي المجموع الخضري والمجموع الثمري. أنا عندي وسائل كبيرة جدا ومتعددة لإجراء عملية التطعيم، اللي هو التطعيم القلمي، يعني بجيب بعمل شق في الأصل وبعمل عملية تنعيم أو تحديد للطعم، وبيتم زراعته في الأصل ولف قطعة من البوليسيلين أو البلاستيك الشفاف على منطقة التطعيم حتى يتم التئام الأنسجة، أكنه جرح بالظبط، حتى تتم التئام الأنسجة ويلتحم الأصل مع الطعم. طيب لو كان الأصل ده غير متوافق مع الطعم، يعني أنسجة الأصل لم يتم التحامها مع أنسجة الطعم، بيحصل عندي بقى أمراض اللي هو الأمراض الناتجة عن عدم توافق الأصل مع الطعم. مرض اسمه تقرح الكمثرى، الأعراض بتاعته قرح بيكون شكلها مستدير، 2 جفاف الأجزاء المصابة. المكافحة الرش بمحلول برضو. بص يا أولاد، أكنه عندك أنت عامل عملية جراحية وليكن زراعة كلى. أول حاجة الطبيب المسؤول عن عملية زراعة الكلى ده بياخد عينة من الشخص المتبرع وعينة من الإنسان اللي هو هياخد الكلى أو الممنوح للكلى، وبيشوف مدى توافق الأنسجة بين الاتنين. لو في توافق بتتم عملية الزراعة بنجاح، لو في عدم توافق الجهاز المناعي في جسم الإنسان يعتبر الجزء المزروع فيه ده جسم غريب عنه تماما، وبيبدأ يهاجمه بواسطة أجهزة المناعة اللي موجودة في جسم الإنسان، سواء كان كرات الدم البيضاء أو الخلايا البلعمية أو أجزاء حاجات كتيرة جدا في جهاز المناعة، بيدمر العضو المزروع تماما وقد يؤدي إلى وفاة الشخص. هنا نفس الكلام في النبات، ما هو كان حي، لو في عدم توافق بين الأصل والطعم بيحصل عندي مرض اسمه تقرح الكمثرى. وعلشان أتفادى ذلك برش الجزء اللي هو حدث فيه عملية التطعيم بمحلول بوردو. تعالوا بقى ناخد حاجة برضه مهمة جدا، اللي هو تأثير سوء التهوية في المخازن. يعني ايه سوء التهوية؟ يعني انا بخزن المحصول اللي عندي في ظروف غير ملائمة او غير متوافقة مع اشتراطات المخزن الجيد. تخدتوا قبل كده يمكن في مادة المحاصيل اللي هي الشروط الواجب توافرها في المخزن الجيد، انه الاسطح او الجدران تكون ملساء، والارضيات ايضا، والسقف بيكون على الشكل الجملوني وليه فتحة واحدة في لدخول الهواء، وفي والباب والنوافذ بتبقى
مثبت عليها سلك معدني لعدم دخول الآفات المختلفة. كل دي بتبقى اشتراطات للمخزن الجيد. هنا نفس الكلام، لو أنا خزنت محصول في مخزن غير مطابق لهذه المواصفات بتحدث عندي أمراض خطيرة جدا ناتجة عن سوء التهوية، سوء عملية التهوية في المخزن، المرض اللي عندي اللي اسمه القلب الأسود في البطاطس. زي ما أنا قلت، وحاول للمرة التانية علشان حلقة النهاردة مهمة جدا، أنا يمكن رجعت لكم فيها كتير علشان دي من نهايات المنهج اللي عندنا، تبقى لميت. شفت زي ما أنا بقول كده، أنت يعني مع التعود هتوصل لمرحلة إن أنت تكون لميت مادة الأمراض كلها مع بعض، لأن هي من أهم وأخطر الأمراض اللي بيدرسها الطلبة عندنا في المدارس الزراعية. لأنه ما ينفعش أو ما يصحش إنه حضرتك تكون مهندس زراعي وما تنفعش تعالج النبات، زي الدكتور ما يصحش إنه يروح للمريض وما يعرفش يشخص المرض النباتي ويكتب له العلاج. أنت هنا عبارة عن دكتور، بس دكتور في أمراض النبات المختلفة. أنا هقول للمرة التانية، لو جالي أذكر المرض في الحالات التالية: التدهور السريع في الموالح والتدهور البطيء في الموالح. التدهور السريع مسبب فيروس، التدهور البطيء المسبب نيماتودة. تصمغ الحلويات المسبب عطش فيسيولوجي أو زيادة في مستوى الماء الأرضي. تصمغ الموالح فطر بيضي. لو قال لك القلب الأسود والقلب الأجوف، القلب الأسود يبقى ده سوء التهوية في المخازن. القلب الأسود زيادة في معدلات الري وزيادة في استخدام السماد الأزوتي أو السماد النتراتي. يبقى لازم تعمل كده مقارنات ويكون عندك تكرار لإجابة الأسئلة علشان إيه تجيب مجموع في آخر العام إن شاء الله. سوء التهوية بينتج عنده مرض القلب الأسود في البطاطس وتعفن الثمار والمكافحة التخزين في مخازن جيدة التهوية وحفظ وتخزين الدرانات في الثلاجات على درجة حرارة أعلى من 5 درجة مئوية. آخر حاجة معانا في المنهج السنة دي اللي هو تأثير سوء استخدام المبيدات الحشرية والفطرية. في أخطاء يا أولاد بتبقى ناتجة عن سوء استعمال المبيدات. زي إيه؟ زي زيادة نسبة أو كمية المبيد أو تركيزه، عدم نقاوة المادة الكيماوية، إجراء العلاج في ميعاد غير ملائم، يعني مثلا في الظهيرة أو في ارتفاع أو هبوب الرياح أو سقوط الأمطار، ده بتكون غير ملائمة لاستخدام المبيدات، عدم انتظام الرش أو التعفير، وعدم العناية بنظافة آلات الرش، وآخر حاجة عندي عدم ملائمة المادة الكيماوية لمحصول معين أو صنف معين. هناخد تأثير الكبريت، بيسبب احتراق وسقوط الأوراق والثمار، والمكافحة استخدام الكبريت الناعم أو خلط الكبريت بتراب الفرن بنسبة 1 كبريت إلى 9 من تراب الفرن. تأثير مركبات النحاس، بقع سمراء وتشقق الثمار وتثقب الأوراق، والمكافحة استخدام التركيزات المناسبة. مبيدات الحشائش، بيختص كل مبيد من مبيدات الحشائش الاختيارية بالتأثير على نوع من المحاصيل، بعضها بيؤثر على الحشائش عريضة الأوراق والبعض الآخر بيؤثر على الحشائش ذات الأوراق الرفيعة. والأعراض الناتجة عن ذلك: عدم غسل آلات الرش جيدا، بيؤدي إلى تشوه شكل الأوراق الحديثة ووجود انتفاخات على الثمار. والمكافحة لتفادي ذلك بتخصص رشاشة لكل مبيد، أو تنظيف الرشاشة جيدا بالماء والصابون، أو نقعها في ماء عادي لمدة 12 ساعة. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون نهينا دراسة مادة أمراض النبات. احنا النهاردة أخدنا الأمراض اللي بتسببها المسببات غير حية، أو بنقول عليها العوامل البيئية أو العوامل الفسيولوجية. خدنا الأمراض الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، والأمراض الناتجة عن الصقيع اللي هو انخفاض درجة الحرارة، والأمراض الناتجة عن نقص العناصر سواء النحاس أو الزنك أو الحديد، وخدنا الأعراض الناتجة عن ارتفاع نسبة الملوحة، والأعراض الناتجة عن عدم توافق الأصل مع الطعم، وسوء التخزين أو سوء التهوية في المخازن، أو زيادة معدلات التسميد والري، أو عدم الاستعمال الصحيح للمبيدات سواء كان بزيادة في تركيز المبيد أو بزيادة في معدل الاستخدام. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون هنا أو وصلنا لنهاية حلقة اليوم.
كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.